بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في تتمة شرحنا لمادة Database. بداية أحب أن أذكركم بما كنت أذكركم به بأول كل محاضرة، بأن تحتسبوا أعمالكم وجهدكم كله في سبيل الله، لأنه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأذكركم بأن العلم كله وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجب علينا، لا أنا ولا أنتم، أن ننشغل بالوسيلة عن الغاية. في تكميل شرحنا للمادة اليوم إن شاء الله بندخل في بارت تاني مستقل عن الحاجات اللي كنا ناخدها في البارت الأول. إذا بتتذكروا أول ما بدأنا المادة أخذنا شابتر Introduction، وأخذنا فيه حاجات كتيرة، تفاصيل كتيرة عن شو هي الداتابيز وكيف بتشتغل وش هو الموديل وحاجات قلنا إن راح نذكرها بشكل لاحق. وبعدين دخلنا في الريليشنال موديل وفهمناه منيح، وبعدين قعدنا نشتغل على لغة البرمجة اللي بتشتغل على الريليشنال موديل SQL، وحرصنا إن ناخد عليها تمارين قد ما بنقدر، وحرصنا إنه إحنا نتمرن على السيكوال قد ما بنقدر، وأخذنا DML DDL Query، وشفنا شوية Advanced Features في شابتر 5. واليوم إن شاء الله بنفوت في حاجة أغلب العلماء بصنفوها إنها مستقلة عن الحاجة اللي شرحناها قبل هيك، فحتى الطلاب اللي ما كانوش مرتاحين في البارت الأول ممكن يلاقوا نفسهم في البارت الثاني. البارت الثاني بيحكي عن Database Design، وهو عبارة عن شابترين بس، شابتر 6 وشابتر 7. شابتر 6 بيحكي عن حاجة بنسميها Conceptual Modeling، وحنحكي عن إيش هو هذا الكلام خلال هذا الأسبوع إن شاء الله. وشابتر 7 بفصل شوية في حاجة بنسميها Database Information Theory والNormal Forms، وكيف الواحد بيعمل Database منيح. وبداية خلينا ندردش شوية عن إيش هو Database Design، وإحنا كمهندسين حاسوب إيش بنعمل لما الواحد فينا بده يصمم داتابيس. بداية، تصميم الداتابيس هو جزء من تصميم البرنامج، وهو كمان من أهم أجزاء تصميم البرنامج. والبرامج على شقين، ممكن البرنامج يكون برنامج بسيط المبرمج الواحد اللي بده يعمله فوق ما هو فاهم شوية برمجة وفاهم شوية داتابيز، ممكن يفهم كل اللي بيعمله البرنامج بسهولة، وبيعرف إنه اللي بيعمله البرنامج بيوصل من نقطة ألف إلى نقطة باء عن طريق تطبيق الخطوات المنطقية السهلة 1 2 3. في هذا السيناريو ممكن يجي المبرمج يقول أنا بعرف داتابيز وبعرف برمجة وفاهم كيف المشروع بيشتغل، فممكن أطلع من البداية وأكتب شوية DDL والSQL تبعتي اللي بتعمل التابلز اللي أنا فاهم كيف بتشتغل، وأشتغل عليها وأوصل للنهاية بدون أي مشاكل. وبالعادة لو كان لما يكون المشروع بسيط زي هيك وكان فيه مبرمج واحد فاهم كل حاجة فيه، ممكن يوصل للي بده إياه، خاصة إذا كان مبرمج شاطر. ولكن في نوع تاني من المشاريع اللي هو أغرب مشاريع الدنيا، مشاريع ما بتكونش فيها الكل مهمة فيها، ما بتكونش كل مهمة فيها واضحة من البداية إلى النهاية، كل المتطلبات فيها واضحة من البداية إلى النهاية، خاصة إنها مثلا بتكون مشاريع بدهم يشتغلوا عليها مئات من الموظفين، مشاريع بدهم يشتغلوا عليها آلاف من الموظفين وهكذا. كمثال صغير مثلا جامعتنا فيها كمية شغل وقوانين وبزنس رولز وقوانين أكاديمية وبرمجية وشغل موظفين و و و و لدرجة ان احنا بنقدر نقول انه ما فيش ولا شخص واحد ووحيد عنده كل المعرفة بتاعت الجامعة. لما مبرمج مثلا بده يبرمج سيستم للجامعة الإسلامية لازم يقعد مع 7 8 9 أشخاص عشان يفهم منهم كل واحد قسمه من الجامعة، عشان يطلع في الآخر قادر على انه يعمل سيستم للجامعة. السيستم الضخم هاد مستحيل المبرمج الواحد يكون قادر يسمع الكلام من الموظفين ونطبه في زهد، يكتب شوية سيكوال، يكتب شوية جداول ويطلع منها الابليكيشن. عشان تعمل هذا الكلام المهندسين
في التاريخ صار في عندهم خطوات، وصار في عندهم إرشادات، وصار في عندهم قواعد إنه كيف الواحد، كيف المهندس، كيف الداتابيز إنجينير بده يسمع متطلبات المستخدمين، خاصة لما يكون السيستم معقد، وخاصة لما يكون السيستم ملوش مكان واحد بس نسمع منه. نسمع متطلبات المستخدمين، نعبر عن متطلبات المستخدمين عن طريق حاجة بنسميها business requirements، وبعدين نطلع من business requirements إلى حاجة بتوصلنا للداتابيز. الواحد بيقدرش يوصل للأسف من شوية كلام للداتابيز لجداول منيحة مباشرة، في شوية خطوات، والخطوات هذه بتركز على إن نعمل الداتابيز الأحسن. وحنشوف إن شاء الله خلال الشابتر هذا والشابتر الجاي كيف إيش هي الخطوات اللي المهندس بيقدر يعملها، إيش هي الخطوات اللي لازم الداتابيز إنجينير يعملها عشان يطلع من شوية حكي، شوية وصف للنظام، إلى داتابيز شغالة منيح. في بداية هذه الرحلة حنمر على حاجة بنسميها الـ Entity Relationship Model اللي هو بيدرسها في شابتر 6 بالتفصيل، وحنشوف كتير تفاصيل عن هذا الـ Conceptual Model. بس خلينا نبدأ بالأول بفهم الـ Design Process نفسه. الـ Design Process وهنا المقصود فيها إن الواحد يعمل Design لـ Database Application، عفوا ديزاين بروسيس وهذا المقصود فيها ان الواحد يعمل ديزاين للداتابيز ابلكيشن، فيها اربع خطوات اساسيه. اول خطوه انه اللي بده يعمل ديزاين يقعد مع المستخدم ويفهم كل الداتا نيدز، كل البيزنس كاركترستيك نيدز، كل اللي بيحتاجه النظام. يعني من اور كيس مثلا لو الواحد بده يعمل ابلكيشن للجامعه انه يروح يقعد مع كل الموظفين اللي بيشتغلوا على سيستم الجامعة ويفهم منهم القواعد، ويفهم منهم إيش لازم نخزن عن الطالب، ويفهم منهم إيش لازم ما نخزنش عن الطالب، وإيش المطلوب من البرنامج يعمله وهكذا. بعد ما يفهم هذا الكلام طبعا راح تاخده إن شاء الله في السوفتوير إنجينيرينج إيش تعمله بالضبط في هذه الفيز. إحنا هلقيتها داتابيز، فهذه الحاجات هنخليها لما تاخده سوفتوير إنجينيرينج. بعد ما الواحد يجمع اليوزر ريكوايرمنتس والبزنس رولز، ممكن يمثل اليوزر ريكوايرمنتس والبزنس رولز باكثر من طريقه. ممكن يمثلهم بشكل دايجرامز، وممكن يمثلهم بشكل نص، بس احنا وي ار نوت كونسيرند وذ ذس، راح تاخذوه ان شاء الله في ماده السوفت وير. بعد ما تجمع هذه المتطلبات بتفوت على حاجه بنسميها conceptual modeling. يعني انت عندك شوية نص وبدك توصل من النص لحاجة انت تكون فاهم فيها السيستم كيف بده يشتغل، فاهم كيف البيانات، ايش معنات البيانات اللي موجودة في السيستم، فاهم كيف هذه البيانات مرتبطة بالبيانات التانية، وعارف برضو نوعا ما ايش هم الconstraints على هذه البيانات. عارف مثلا ان الطالب لازم يكون له رقم والحاجات هاي. وبعدين بتطلع من الconceptual modeling عشان تعمل حاجتين احنا familiar معهم في هذه المادة، اللي هما الphysical design واللوجيكال design. اول ما بدأنا في المادة حكينا انه الواحد اول ما بدأنا في relational model حكينا انه فايدة relational model انه خلينا نركز على اللوجيكال design تبع الداتابيز، وخلينا مستقلين عن الphysical design، وقلنا الواحد بيقدر يعبر عن physical design بشوية SQL queries، وبتكون هذه مهمة الـ DBA. وركزنا كتير شغلنا على إن نفهم كيف الواحد جوا الـ logical design بيشتغل، بيكون في عنده relations وبيعمل عليهم عمليات وبيحصل على اللي بده إياه باستخدام الـ SQL وغيرها. وحكينا قبل شوية برضو إنه الـ requirements هي عبارة عن مجموعة الـ business rules ومجموعة وصف الحاجات اللي بيقعد المهندس مع الاند يوزرز فيها او مع الانتربرايز فيها، وبيطلع منهم يا اما بوصف نصي للمتطلبات، يا اما بوصفهم باي طريقه هتحتوها ان شاء الله في السوفت وير انجينير. الكونسبتشوال ديزاين هو زي ما هو واضح الحاجه اللي بينهم، كيف الواحد يوصل من شويه حكي عن كيف السيستم بده يشتغل الى الجداول. بيوصل عن طريق انه يكون conceptual image
conceptual image للمشروع، وفي هذه النقاط خلينا ما نترجمش للعربي. ما احنا قلنا انه اللوجيكال ديزاين تصميم مفهومي، وبرضه الكونسبتشوال ديزاين تصميم مفهومي، فخلينا نسميهم بالانجليزي عشان نعرف نفرق بينهم لما نذكره في الكتاب او نذكره في اي سياق تاني. فالكونسبتشوال ديزاين هو الحاجه اللي بتوقع في النص بين انه الواحد بيسمع النص، بيسمع الحكي عن كيف السيستم بده يشتغل، والإشي اللي احنا فاميليار معاه اللي هو اللوجيكال ديزاين. عشان الواحد يحصل على conceptual design بيلزمه انه يختار الطريقة اللي بده يعمل فيها ال conceptual design. يعني احنا اخترنا ان نعمل logical design تبعنا عن طريق ال relational model وصلنا familiar معه. عشان تعمل conceptual design تقدر تختار من طرق كثيرة، ولكن 99% من الناس اللي بدهم يعملوا relational model بيروحوا بيختاروا طريقة بنسميها entity relation شيب موديل، ER موديل. ال ER موديل هو حاجة صممها المهندسين تاعون الداتابيز أو المهندسين تاعون الداتا عشان يقدروا يوصلوا لوصف مفهومي للإنتربرايز نيدز، طريقة لتقسيم المشروع الأول حاجة اللي بدنا نشتغل عليها لحاجات بنسميها entities، وبين ال entities هدول علاقات relations أو relationships. وخلينا قبل ما ندرس هذا الكلام نوقف حالنا شوية ونقول احنا خلال هذا الشابتر وخلال الشابتر اللي وراه هنلاقي حالنا بنتعلم كيف الواحد بيرسم ER diagram، كيف الواحد بيطلع بشوية كلام مصفط وحلو الواحد يصلحه ويقول عنه صح، ولكن الواحد لازم يقف كل شوية ويذكر حاله انه ما ينشغلش بالوسيلة اللي هو قاعد بيدرس فيها عن الغاية. وانت برضو كطالب وانت قاعد بتدرس ما تركزش على السينتكس تاع الرسمات كتير، وعلى انه هذا الاشي يعبر عنه بهذا الكلام، ولازم لما تبين في الوصف كلمة كذا الرسمة يكون شكلها كذا. هذا الاشي مجرد وسيلة، اما الغاية انه الواحد يكون في عنده القدرة كمهندس انه يسمع الكلام، يسمع اليوزر ريكويرمنتس، ويكون جوا مخه حاجة guided by المفاهيم والحاجات والتولز اللي راح نتعلمها هنا في الـ conceptual design الـ interrelationship model. يقدر جوا مخه يقسم الكلام تقسيم صح عشان لما يجي يحطه في الورق يكون مرشد بالإشي اللي احنا تعلمناه، وصل لحاجة بيقدر يوصل منها لـ effective database design. ونتذكر دائما حتى في الداتابيز الواحد بنفعش ينشغل في الوسائل عن الغايات، والغاية انه احنا بدنا نوصل لسيستم منيح، فمش منطقي الواحد يكون بس شاطر برسم المربعات والمثلثات تاعت الاي ار دايجرام وما بفهمش شو هو قاعد بيعمل. الاشي الاساسي انه الواحد يفهم كيف يفهم ليش احنا عملنا هذه، ليش عملنا هذه الحاجة بالضبط في الاي ار، وليش حتى حطوها في الاي ار. وفي هذه الشغلة انا وشجعكم على الفضول، وشجعكم انكم وانتم الواحد بدرس اي حاجة بتخطر على باله، اي اقتراح بيخطر على باله يسجله ويحكي معنا كلنا في الديسكشن، في اللايف ديسكشن او في الفورم او حاجة. حتى لو كان الاقتراح خطأ انت بتسمع ليش هو خطأ، وبتكون في عندك خبرة ومعلومة انه الواحد مينفعش يعمل هذا الكلام عشان هذا الاشي. وفي كمان حاجة رح نحكي عنها كمان شوية، هتلاقي انه في الداتابيز ديزاين في هذه الشغلة فيش إشي خطأ واضح كتير. آخر مراحل الداتابيز ديزاين اللي هي إحنا فاميليار معها إنه نعمل لوجيكال ديزاين. اللوجيكال ديزاين اللي هي إنه نعمل اللوجيكال داتابيز سكيما، وعندنا فكرة إيش هي اللوجيكال داتابيز سكيما، وحتى إحنا كررنا هذا الكلام في شابتر 2 لما حكينا إنه الواحد لما يطلع بجداول تمثل الجامعة تبعته أو جداول تمثل الشركة تبعته بيكون جوا الجداول معكوس حاجتين، حاجات بسبب انه الشغل البزنس بده الجدول يكون شكله كذا، وحاجات لانه الكمبيوتر ساينس بده الجدول يكون كذا، لانه عشان نعرف نعمل الشغله الفلانيه لازم نعبر عنها باستخدام جدول. وحنحكي تفاصيل كتير ان شاء الله في هذه الشغله وهذه الشغله خلال شابتر 6 و7. واخر ديزاين فيز اللي هي الفيزيكال ديزاين اللي بيعملها الدي بي اي، اللي بياخد
اللي بياخد ال relational schema وبحولها لإشي physically عايش على السيرفر. أو وإشي طبعا لابد من ذكره إنه ال output من هذه المرحلة هو ال input لهذه المرحلة، وال output من هذه المرحلة هو ال input لهذه المرحلة، وال output لهذه المرحلة هو ال input لهذه المرحلة، وال output لمرحلة ال physical design هو database قاعدة على السيرفر. طيب هالآن كشوية guidelines خفيفة قبل ما نفوت في الشغل الأساسي. لما بنعمل database design احنا بيكون هدفنا ان نعمل design منيح، وعلى الأغلب لما الواحد بده يعمل application كل ما كان الابليكيشن بسيط كل ما كان عنده إمكانية انه يهرب او يزبط مع الاشي حتى لو عمل شوية غلطات. ولما يكون الابليكيشن متوسط برضه ممكن تعمل فيه شوية غلطات ويشتغل. كل ما كبر الابليكيشن اكتر بكون انت ما بتقدرش تعمل غلطات بزيادة. من الغلطات هذولا او اهم الغلطات اللي احنا بدنا نتجنبهم حاجة بنسميها redundancy. والredundancy in this context حاجة مش منيحة. ايش هي؟ انه الواحد يكون في عنده معلومة مخزنة اكتر من مرة جوا الداتابيز، أكثر من مرة يعني في أكثر من مكان، مثلا في أكثر من تيبل، المعلومة نفسها مكررة ومخزنة أكثر من مرة. ونضرر هذا الإشي فوق إنه مثلا بياخد مساحة، إنه الواحد مسؤول عشان يخلي الداتابيس تبعته in consistent state، إنه لما بده يغير الداتا في مكان واحد يتأكد إنها تغيرت في كل الأماكن. وهذا الإشي without extraordinary care حيكون صعب، ولو أنت ما عملتوش حيكون في عندك inconsistent data. يعني مثلا تخيل حالك مخزن على المعدل التراكمي تاع طالب في 3-4 جداول، ولما ياخد مادة بتغيره في جدول واحد، فبيكون في عندك في الجدول الأول قيمة وفي الجدول الثاني قيمة، وما بتعرفش تاخد decision، وبيكون في عندك database تبعتك أصلا خربت صارت inconsistent. البيتفول الثاني انه ممكن الواحد وهو قاعد بيعمل ديزاين وهو قاعد بحول البزنس نيس تبعته لجداول يطلع في الاخر بجدول، الجدول هذا مش كومبليت. يعني ايش يعني مش كومبليت؟ يعني هو في شويه حاجات ناقصه لدرجه انه بيسمح الكاش انك تعمل البزنس نيدز. يعني مثلا تخيل ان الواحد وهو قاعد بيصمم داتابيس للجامعه ما عملش جدول سيكشن، عمل بس جدول كورس وجدول انستراكتور، وربط التيتشز عن طريق الكورس والانستراكتور. بصير الواحد وهو هيك تخيل انه المدرس بدرس مادة، خلاص انا بخلي بربط الانستراكتور بالكورس، بلاقي لما يجي يشتغل بلاقي حاله بيعرفش ينزل الا شعبة واحدة من المادة مرة واحدة في التاريخ. وهذا الاشي وهذا الاشي طبعا هو حاول يعمل تصميم والتصميم تبعه طلع ناقص incomplete لدرجة انه ما بيقدرش يعمل البزنس نيدز. وفي هذا العالم عالم تصميم الداتابيز تجنب الاخطاء الواضحة للأسف بيكونش دائما كافي. بالعادة الواحد بيكون في عنده مجموعة خيارات كلها منيحة وكل واحد فيها بيشتغل في مكانه صح، وهو بده يكون شاطر ويعرف انه يختار الخيار اللي بيعطيه مش الخيار اللي مش غلط، الخيار الأفضل. أصلا في أغلب الشغل المعقد شوية، في أغلب الشغل الكبير شوية، بالعادة الواحد بيكون عارف الحاجات الأساسية اللي لازم يتجنبها، ولكن لما يجي يختار بين مجموعة الحاجات اللي الناس بتقول عنها منيحة بتيجي عنده الخبرة تبعته ويعرف إنه ماشي الحاجات المنيحة هذه بالنسبة اللي في هذه الحالة مش منيحة، والحاجات اللي منيحة شوية للناس التانيين منيحة في هذه الحالة إلي أكثر من هناك. وحيلاقي الواحد حاله برضه حتى في حالة الـ conceptual modeling، حتى في حالة هو قاعد بيفهم في النظام، عنده خيار إنه يتخيل الشغلة الفلانية على إنها entity مستقلة لحالها، أو يتخيل إنه الشغلة الفلانية هي عبارة عن حاجة تابعة للشغلة التانية مش مستقلة بحال ذاتها. هذا الخيار راح يترتب عليه إنه الإشي هذا يصير له جدول و و و و حاجة لقدام في الداتابيز. ولما يكون ما فيش دائما إجابة صح واضحة بيكون الإشي هذا مستفز. حتى بتذكر وإحنا بندرس في الدراسات العليا كنا
كل طلاب الدراسات العليا هم لما يروحوا على البروفيسور أول 2 3 دقائق بتكون البروفيسور قاعد بيستفز فينا، هو بيقول لنا أصلا إحنا بنحكي له سؤال وبدنا جواب، وهو بيقول لنا حسب التبنس والتبنس والتبنس، وبعدلنا اللي إحنا عارفينه. وفي الآخر لما نقعد نناقش ونقول إنه هذه الشغلة ممكن تصير وهذه الشغلة مش ممكن تصير، وفي الداتابيز وفي شغل الـ ER وشغل الـ conceptual modeling، حتى في الشغل اللي بتختار فيه لقدام شوية لما يصير الإشي فيه خيارات كتيرة والواحد مش عارف يحط إيده على الخيار الصح 100%، أو عارف إنه فيه خيار غلط وفيه 3 4 خيارات صح، بيكون الإشي مستفز شوية. طيب أنت كطالب هلقيتها إيش تعمل عشان تقدر تجاوب، عشان تطلع بشيء مفيد؟ يعني انت قاعد تقول لي في اشي هذا مش هتعرف تصلح لي عليه يعني، ولا اشي انا مش هفهمه منيح، ولا هذا الاشي ان شاء الله مش محلول. الطالب لما بده يدرس حاجة ما فيش فيها جواب صح دائما لكل الحالات، كل ما عليه انه يجمع قد ما بيقدر خبرة، انه يجمع قد ما بيقدر كيسز كانت فيها الحالة الفلانية صح ويعرف ليش، وكيس تانية الحالة العلانية صح ويعرف ليش. وطول وكل ما كان في عنده تجميعة أكثر وكوليكشن أكثر من الكيسز بيكون هو أقدر على اتخاذ القرارات. عشان هيك أنتم مشجعين جدا 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 على الفضول في هذا الشابتر. كل ما يجي على بالك حاجة أنك بدك تعمل إشي بالطريقة الفلانية أو بالطريقة العلانية، أنت بتستفيد كتير لو طرحت هذا الإشي قدامنا. لو كان الخيار صح بنحكي ليش هو صح ومتى بيكون صح كتير، ولو كان هذا الخيار خطأ وهو مش خطر على بالك انت بتسمع ليش هو خطأ وبتعرف، وبنضاف لخبرتك انه انا مش لازم اعمل زي هيك في هذه الحالة. وحتى لو كان الخيار في النص لا هو صح ولا هو خطأ، بنعرف متى بيكون صح كتير ومتى بيكون صح شوية. يعني انتو بتكون مكاسبكم من هذا الشابتر ومكاسبكم من هذه العملية التعليمية أكثر كل ما زاد فضولكم وانتم بتدرسوا الـ ER Diagram. وإحنا إن شاء الله رح نتناقش لايف ورح نتناقش على الفورم ورح نقضي أكثر وقت ممكن نعطيكم الخبرة اللازمة في هذا المجال. طيب احنا قررنا او الكتاب مقرر انه احنا ناخد الconceptual modeling تبعنا بطريقة بنسميها relationship model الER model، وهو عبارة عن conceptual model طريقة الواحد بيفهم فيها الشركة، بيعبر عن المفاهيم اللي جواها وبيعبر عن الحاجات اللي جواها على شكل entities، والentity هي عبارة عن حاجة احنا بنقدر نميزها عن الحاجة التانية، object distinguishable from other objects، وrelationship هي العلاقة بين تلك الobjects، والتنتين سواء كانت entities أو relationships لهم خواص بنسميهم attributes. هذه الطريقة للتخيل بدأها واحد اسمه بيتر تشين، ومن كتر ما هي منيحة انكتبت في كانت أظن أول paper في أول publication تبع ACM database، يعني كانت صاحبة شأن عظيم. وكان هدف بيتر تشين انه يوصل انه انا بدي اخلي في عندي طريقة نوعا ما formal عشان اتخيل اليوزر نيدز واوصل من اليوزر نيدز للريليشنال موديل اللي بدي اياه. وراح ناخذ ان شاء الله هذا الاي ار دايجرام وراح نتعمق فيه، وننساش برضو انه هذا هو عبارة عن وسيلة، فاحنا رح ناخذ الـ ER Diagram ونشوف ايش الكونسبتس اللي بيطرحها الـ ER Diagram ونتأكد ان فاهمين الكونسبتس هذه في السياق الطبيعي تبعها، وبعدين نمثلها على الـ ER Diagram ونوصل من الـ ER Diagram لـ Relational Database لـ Relational Model، ونحسن الـ Relational Model تبعنا اكثر في علم شابتر 7 ان شاء الله. ف looking forward to do so. كإضافة سريعة للفيديو، أحسن طريقة أن الواحد يدرس هذا الشابتر بشكل عام شابتر 6 أنه يطلع على الكتاب، وبعد ما يطلع على الكتاب يجي يسمع هنا، بس يطلع شوية يعني مش ضروري يفهم كل حاجة، وبعد ما يفهمني عن إيش بنحكي هنا يروح يطلع على الكتاب، يروح يقرأ الكتاب بالتفصيل ويلخص الحاجات اللي فهمها هو أو النقاط اللي فهمها من الكتاب عنده عشان يقدر يرجع لها وقت ما بده. وإضافة سريعة برضو، أنا حصير أحكي لكم في آخر الفيديو إيش تقرأوا
فمن هذا كل هذا الفيديو كان مجرد دردشة عن السكشن الأول من الشابتر، وبداية من الفيديو الثاني إن شاء الله بيكون في بحكي لكم رقم الشابتر في آخر الفيديو. وكل التحية وربنا يوفقكم.